السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في تلك القرية المتوارية عن الطريق الرئيسة، هناك في اطراف جندوبة التونسية، لا زال الناس يذكرون قصة زينة الشابة التي اختفت بعد ان انتقلت للعمل في نابل. كانت فتاة ذات جمال ونضارة، ابنة فلاحين. كان أبوها الحاج صلاح معروفا باستقامته وبانفتاحه على العصر، وكان من الفلاحين القلائل الذين استوعبوا أهمية تعليم البنات وشجعوا بناتهم على التعلم والتحصيل. لما أنهت دراستها الثانوية قررت زينة أن تبحث عن عمل، وكذلك عثرت على شغل في مطعم في نابل، المنطقة السياحية على الساحل. لم يعارض الحاج صلاح انتقال زينة إلى نابل للعمل، بل إنه رافقها إلى هناك واستأجر لها سكنا. واعتادت عائلتها على قدومها مرة أو مرتين كل شهر، وسعد الحاج صلاح بما كان يأتيه منها من مساعدات مالية، واستمر الحال كذلك حتى العام 91 900 وألف. في منتصف ذلك العام انقضى شهران دون أن تأتي زينة لزيارة عائلتها، ولم يحدث ذلك من قبل، وكان طبيعيا أن يقلق جميع أفراد عائلتها. قرر الحاج صلاح الذهاب إلى نابل لاستجلاء الأمر، وأصر ابنه الأكبر قاسم على مرافقته. لما وصل إلى المنزل الذي كان والدها قد استأجره لها، طرق الباب مرات ولم يأتهم رد. تذكر الحاج صلاح أنه يحتفظ مع مفاتيحه العديدة بنسخة من مفتاح ذلك السكن. فتح الباب فاكتشف الشقة موظبة ونظيفة، ولكن زينة غير موجودة، وعلى سريرها ظرف مغلق. أخذه قاسم وبلا تردد أو انتظار فتحه. بداخله رسالة بخط زينة إنه يعرفه جيدا. كان والده ينظر إليه مترقبا، وفهم من نظراته تلك أنه يريد أن يعرف ما في الرسالة. جلس على حافة السرير وبدأ قاسم يقرأ. قدمت زينة باعتذار عن غيابها وعن رحيلها بلا استئذان. قالت إنها ترحل عن نابل وقد ترحل عن تونس كلها لأسباب قاهرة. لم تكشف عن طبيعة تلك الأسباب، واكتفت بإشارة عابرة إلى أن المقبل من الأيام قد يتيح تجليتها. عادت في السطور الأخيرة من الرسالة لتطلب الصفح وتعتذر من أمها وأبيها وإخوتها. أحس الحاج صلاح بصدمة شديدة وبانهيار، بينما حاول ابنه قاسم أن يبقى متماسكا. مرت ساعة وهما على ذلك الحال، ثم إن الحاج صلاح قرر أن يمضي إلى صاحب الشقة ليسأله. لم يكن على علم بغيابها، ولكنه قال إنها دفعت واجب شهرين من الإيجار. لم يكن الحاج يعلم لابنته علاقات في نابل، وكان عليه أن يبحث عن المطعم الذي كانت تعمل فيه. رأى قاسم شقيقها أن يعود إلى سكنها، فقد يعثر على ما يدلهما على ذلك المطعم. في درج منضدة بجانب السرير اكتشف أوراقا وصورا تظهر في بعض منها في المطعم، وفي أخرى مع زميلات وزملاء لها. ثم وقع على شهادة شغل، واكتشف بها عنوان ذلك المطعم على الشاطئ. ظن الرجلان أنهما سيجدان أخبارها لدى مشغلها، وكان التفكير في ذلك، مجرد التفكير في ذلك، يبعث فيهما أملا كبيرا. استقل سيارة أجرة إلى المطعم. كانت الساعة تقترب من الثانية زوالا، وكان المطعم غاصا بالزبائن الأجانب. أوقفهما رجل ظناه المسؤول عن الأمن، سأله عن رب المطعم، ولما سألهما عن الغرض الذي جاء من أجله
وحتى لا يخوض في حديث لا فائدة ترجى منه، قال له إنهما يبحثان عن زينة. وقبل أن يسألهما ثانية قال الحاج صلاح: أنا والدها وهذا شقيقها. نظر الرجل إليهما مليا وقال: زينة منقطعة عن العمل منذ شهر أو أكثر، في كل الأحوال سأستأذن لكما في لقاء المسؤول الإداري. دخل الرجل وشق طريقه بين الموائد. التفت الحاج صلاح إلى ولده وقال له: إنها غادرت نابل كلها وربما تونس كلها كما قالت في تلك الرسالة. أطرق قاسم ولم يقل شيئا، لعله يفكر في السبب الحقيقي الذي دفع بشقيقته زينة إلى الرحيل وبهذه الطريقة المريبة. عاد الرجل ودعاهما إلى الدخول. شق الثلاثة طريقهم بين الموائد، يعلو المكان صخب الحديث وطقطقة الصحون، ثم انتهى الثلاثة إلى باب مكتب في الجزء الخلفي من المطعم. فتح الباب ودلفوا. خلف مكتب تعلوه شاشة حاسوب، شاب مشط شعره بعناية. ما أن رآهما حتى وقف مسلما. كان المسؤول عن أمن المطعم قد أبلغه بأنهما والد وشقيق زينة، ولذلك بادرهما بالقول إن زينة استقالت من عملها قبل نحو شهر. من خزانة خلفه أنزل ملفا أزرق، فتحه وقلب بضع ورقات واستل واحدة: هذه رسالة الاستقالة. ثم استطرد يقول إن المطعم خسر بذهاب زينة واحدة من خيرة مستخدميه. صمت قليلا ثم أضاف: لقد اكتفت بالإشارة إلى أنها استقالت لدواعي شخصية. سأله الحاج صلاح إن كانت أخبرته بوجهتها. بدا السؤال مفاجئا للمسؤول الإداري الذي رد بأنها لم تخبر الإدارة بأي شيء. أضاف أنها قد تكون أسرت بوجهتها إلى صديقة لها. لم تثمر الزيارة التي قام بها والد وشقيق زينة إلى ذلك المطعم غير تأكيد لمعلومات كانت لديهم. مع ذلك فإنهما أصرا على مقابلة من قدمت لهما أعز صديقاتها. كانت فتاة في مثل عمرها من العاصمة، بدت شديدة التحفظ في كلامها. قالت لهما إنها أبلغتها بأنها سترحل إلى ليبيا للعمل في مؤسسة فندقية هناك. كانت جفونها وهي تخبرهما ترمش بسرعة، وظن قاسم أنها لا تقول الحقيقة، ولذلك فاجأها بأنه سيبلغ الشرطة إن لم تقل لهما الحقيقة كاملة. تظاهرت بأنها تستغرب، ثم قالت إن كل ما تعرفه أن زينة خدعت وأن شابا وعدها بالزواج وأنها حملت منه، ولما فاتحته في الموضوع تنكر لها واختفى. أحس الحاج صلاح بدوار شديد وغثيان، بينما كان قاسم يسمع في رأسه قرع أجراس صاخب. عادت الفتاة إلى عملها وانصرف. لما هدأ عنهما ما داهمهما قال الحاج صلاح لولده قاسم: إن كل هذه الأخبار لا يجب أن يعلم بها أحد. أضاف الشيخ وهو يمنع دموعه أنه سيعتبرها ماتت. لما عاد إلى القرية قال إنهما لم يجدا أثرا لزينة التي كانت من أجمل البنات. بضع سنين بعد ذلك توفي الحاج صلاح، وبعده بفترة قصيرة زوجته. وهاجر قاسم إلى إيطاليا كما فعل شبان كثيرون من قريته ومن أماكن أخرى. ظلت ذكرى زينة واختفاؤها المباغت حبيسة ذاكرته. لم يبح لأحد بأنها كانت حاملا لما قررت التواري، وأنها كانت ضحية خداع شاب لو عرفه لما تردد في قتله. وحده قاسم يعلم يقينا أن والديه ماتا حزنا وكمدا. في إيطاليا استقر المقام بقاسم في بلدة كازيرتا القريبة من نابولي، وبعد أن عمل في مجالات مختلفة وجد عملا في محل تجاري كبير يقع خارج مدينة نابولي. نحن الآن في العام 11 و2000، 20 سنة انقضت على اختفاء زينة
التي لا تفارق صورتها خيال قاسم الذي تزوج من إيطالية وله منها 3 أولاد. ذات صباح وكان في وسط نابولي، دخل مخبزة في بياورتا سان جينارو، وهو من الشوارع الكبرى في المدينة، ما أن وقف بالباب حتى رأى ما لم يقوى على تصديقه. رأى شقيقته الغائبة زينة. مرر كفه أمام عينيه حتى يتيقن أنه ليس في حلم. ابتسمت في وجهه وسألته عن طلبه بلغة إيطالية لا تعتريها لكنا. لم يقوى على الكلام، خرج دون أن يطلب شيئا. يتساءل ويكاد يجن، هل هي زينة شقيقته؟ هل هاجرت إلى إيطاليا؟ ثم إنه نفسه يشكك في أن تكون هي. يحدث نفسه ويقول إن كانت هي فلا شك أنها ستتعرف عليه. يظن أنه لم يتغير كثيرا برغم السنوات 20 التي انقضت. فضل أن يقوم بجولة في الشارع حتى إذا ما عاد إلى نفسه بشكل تام عاد إلى المخبزة، وكذلك فعل. لما عاد كانت قد مرت ساعة أو ما يقرب من الساعة. وقف بالباب. الفتاة الجميلة التي يحسبها شقيقته زينة لم تغادر مكانها بعد، وكما في المرة السابقة سألته عن طلبه. بدا له أنها تجاهلت ما حدث قبل ساعة، أو إنها لم تتذكرها، فزبائن تلك المخبزة كثر. طلب منها أن تحضر له خبزا وبعض الكعك، ولما أحضرت له ما طلبه التفت من حوله، ولما لم يكن من زبون بعده اقترب أكثر، وبنبرة تميل إلى الهمس سألها: ألست زينة؟ زينة؟ زينة من؟ هم بالاعتذار والانصراف، ولكنه سألها ما عده سؤاله الأخير: هل أنت تونسية؟ علت وجنتاها حمرة لم يتمكن من معرفة ما إذا كانت من غضب أم من خجل. تركتها، دخلت وأصر على أن يبقى منتظرا، ولما عادت سألتها: من أنت يا سيدي؟ أنا تونسي مقيم في إيطاليا، اعذريني إن تجرأت على سؤالك، إنك تشبهين شقيقة لي اختفت منذ 20 عاما. أدخل يده في جيبه وأخرج حافظة أوراق جلدية، ومن جيب فيها أخرج صورة قديمة لشقيقته زينة. نظر في الصورة ونظر إلى بائعة الخبز الشابة، بينهما شبه لا يصدق. ثم ناول الشابة تلك الصورة وقد رآها تفتح فمها تعجبا، وظن أنها عرفت نفسها. حملت الصورة وتوارت في خلفية المخبزة، وظل هو واقفا يظن أنه سيعرف بعد لحظات أخبارا سارة. لما عادت الفتاة بدت وقد نزعت بذلة العمل، طلبت منه أن ينتظرها لأنها تريد أن تسأله عن بعض الأمور. لم تتأخر، دعته إلى فنجان قهوة في مقهى غير بعيد. نظرت إليه طويلا وسألته: من أنت؟ قلت لك إنني مهاجر تونسي، وإنني ما سألتك إلا للشبه الكبير بينك وزينة شقيقتي التي اختفت قبل 20 عاما. ما اسمك؟ قاسم. أنت قاسم؟ نعم هو أنا. صمتت الفتاة والتمعت على جفونها دمعات، ابتلعت ريقها وقالت: إذا كنت أنت قاسم فإن أمي اسمها زينة، وأنا اسمي لينا، لقد حدثتني عنك مرات كثيرة. أين هي الآن؟ إنها في البيت. أين؟ هل أستطيع رؤيتها؟ نعم، ولكن ينبغي أن أمهد لذلك. إنها تظن أنها فقدت كل عائلتها وكل أمل في اللقاء بأي أحد منها. لم يكن البيت بعيدا عن تلك المخبزة، ولم يكن قاسم بحاجة إلى تحريك سيارته. دخلت لينا وظل هو في الشارع ينتظر، يقول وقد استحضر صورة أبويه: لقد عثرت على زينة وسأعانقها بعد قليل. ثم ظهرت لينا بالباب ودعته إلى الدخول.
تسكن زينة شقة في الطابق الأول. ما أن وقف بالباب حتى انفتح، لعلها أحست بخطوه. ها هي زينة واقفة أمامه، لم تتغير كثيرا. لا يدري لما ظل ينظر إليها كل تلك الثواني، ثم إنه ارتمى في حضنها وعانقها بحرارة. كانت الدموع كل الكلام في تلك اللحظات. لم يرد أن يخبرها بوفاة والديهما، ولم يرد أن يجعل للعتاب سبيلا إلى كلامهما. ما قالته بعد أن دعته إلى الصالون كان يكفي عن كل عتب. قالت إنها فضلت أن تختفي على أن تجر على عائلتها الفضيحة. أضافت: لينا كبرت ولا زالت تتابع دراستها في كلية الحقوق، وتشتغل بضع ساعات في اليوم. بعد أيام علم منها أن الشاب الذي حملت منه وتنكر لها مات غرقا في رحلة إبحار سرية إلى البر الإيطالي.